مرض العصر هو مرض السكري، وأكيد ما يخفى على أحد تزايد نسبة الإصابات بشكل كبير في الفترة الحالية. فهل الأسباب غذائية أم مرتبطة بالوراثة أو عادات يومية سيئة أم مزيد من كل الأشياء اللي سبق قلناها؟ حول هذا الموضوع يسعدنا أنه ينضم لنا البورد الأمريكي في جامعة ييل والبورد الأمريكي في الغدد الصماء جامعة ستانفورد البروفيسور بسام بن عباس. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا، شكرا في هذا الاستضافة الجميلة في هذا البرنامج اللي عنوانه سيدتي، لأنه حوار اليوم عن السكري يختص بالسيدة وسيدة المنزل، وهي المسؤول الأول عن رعاية الطفل السكري، فشكرا جزيلا لهذه الاستضافة. دكتور بسام، في البداية خليني أسألك، يعني هل الأطفال يصابون بالسكري ولا يولدون فيه؟ طيب أوكي، مرض السكري هو نوعين، في السكري النوع الأول الذي يصيب الأطفال، وأيضا مرض السكري النوع الثاني الذي عادة يصيب الكبار. لكن إجابة لسؤالك، نعم هناك مرض خاص بالمواليد، يعني الطفل ممكن أن يولد بمرض السكري، ولكن هذا نوع خاص ونادر من أنواع مرض السكري. ولكن الأكثر انتشارا هو مرض السكري النوع الثاني الذي يصيب الكبار، وعادة يكون مصحوب بزيادة الوزن، بخلاف مرض السكري النوع الأول الذي يصيب الأطفال وعادة لا يصاحبه زيادة في الوزن. يعني في يمكن يعني من بعد الحمل الأم تولد وتكتشف أنه الطفل ده مصاب بالسكري، هل هذا بسبب العادات الغذائية السيئة اللي كانت الأم تسويها خلال فترة الحمل، أم هناك عامل الجينات اللي يلعب دور مهم أيضا في هذا؟ هو مرض السكري الحقيقة بصفة عامة، سواء النوع الأول أو النوع الثاني، إحنا نسميه عديد العوامل، يعني الوراثة تلعب دور، ولكن ليس الدور الرئيس، في عوامل بيئية أيضا تلعب دور في إصابة الطفل أو الكبير بمرض السكري النوع الثاني أو النوع الأول. ولكن رجوعا إلى سؤالك، بالنسبة للطفل المولود المصاب بمرض السكري عادة يكون خلل جيني كما تفضلتي، وهو من أندر أنواع مرض السكري. طيب دكتور، إيش هي أعراض السكري عند الأطفال، ومتى الأم تنتبه لطفلها أنه بدأت تعلي الأعراض، ومتى تقول أنه لازم أنا أستشير دكتور؟ والله الجميل في مرض السكري النوع الأول الذي يصيب الأطفال تكون الأعراض ظاهرة، بخلاف مرض السكري الذي يصيب الكبار. يعني كثير مننا يصاب بمرض السكري النوع الثاني وهو لا يعي بإصابته بمرض السكري، يعني الأعراض المعروفة وهي مثلا الإحساس بالعطش، ومثلا كثرة أكرمك الله التبول، هذه لا تظهر على الإنسان البالغ المصاب بمرض السكري النوع الثاني. أثناء مثلا الكشف الشامل للناس مثلا في المولات أو في الحملات، يكتشف هذا الشخص أنه مصاب بمرض السكري النوع الثاني، بخلاف مرض السكري النوع الأول الذي يصيب الأطفال، لا عادة تكون الأعراض واضحة وحادة، وهي الإحساس بالعطش والكثرة في شرب الماء وأيضا كثرة التبول، وإذا لم يدرك ويستدرك الأمر في حينه قد يصاب هذا الطفل بما يعرف بحموضة الدم التي تكون فيها آلام في البطن واستفراغ وعياء تام. هل السمنة ممكن تكون مؤشر لإصابة الطفل بالسكري؟ نعم، بالنسبة للطفل بصفة عامة هو عادة يصاب بمرض السكري النوع الأول اللي هو عبارة عن فقدان لهرمون الإنسولين، فالعلاج يكون بالتعويض بالإنسولين. ولكن كما أشرتي أيضا ممكن الطفل البدين يصاب بمرض السكري، ليس النوع الأول ولكن النوع الثاني، والذي يشبه مرض السكري النوع الثاني الذي يصاب به البالغين. نعم، فالسمنة تلعب دور أساسي في إصابة الطفل والبالغ أيضا بمرض السكري النوع الثاني، الذي أحد أهم صفاته هو مقاومة الإنسولين، ويكون العلاج بتعويض الإنسان بأقراص فموية، يعني حبوب تنشط هذه المستقبلات. نعم. طيب دكتور، خليني أسألك شوي على جواب يمكن أنت قلته عن حموضة الدم عند الأطفال. نعم، هل كل طفل في حموضة في الدم معناته أنه عنده سكري؟ والله عادة في طبعا في الأمراض تسمى الأمراض الاستقلابية، والأمراض الاستقلابية هي عبارة عن خلل في إنزيمات جسم الإنسان قد تؤدي إلى الحموضة، ولكن هذه أمراض جينية وراثية نادرة الحدوث. ولكن إذا كان هناك طفل مصاب بحموضة الدم، فغالبية الأطفال المصابين بحموضة الدم يكون مصاحب لهذه الحموضة زيادة في مستوى السكر في الدم. في الواقع الأطفال المصابين بمرض السكر النوع الأول قد يكون أحد أهم الأعراض التي تدفع بهم إلى المستشفى هي حموضة الدم، يعني
الأب أو الأم لا يكتشف هذه الأعراض مثلا كثرة التبول والإحساس بالعطش فيتأخر التشخيص فيتأخر أيضا معها مراجعة المستشفى فيصاب الطفل هذا بحموضة الدم نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم وتحوله إلى حمضيات. نعم. طيب خلينا نتكلم عن بعض التصرفات الخاطئة أو العادات السيئة في طعامنا واللي تمارسها الأم تحديدا تجاه الأطفال وتسبب لهم ممكن وتقود إلى نتيجة أنه هؤلاء الأطفال ممكن يصابوا بالسكري. نعم طبعا هو هنا لازم نفرق بين أنواع السكري أيضا عودة إلى أنواع السكري إذا تصيب الأطفال. نعم. أو المراهقين. أما السكر النوع الثاني كما تفضلتي أحد أهم أسبابه هو قلة الحركة وعدم ممارسة الرياضة وبالتالي زيادة الوزن فهذا يضعف مستقبلات الإنسولين ويصيب الطفل وخاصة البالغ أو المراهق بالسكري النوع الثاني. فهذا المرض له مسببات معروفة وطرق وقاية معروفة وممارسات خاطئة تؤدي إلى الإصابة به كما ذكرنا أنه عدم ممارسة الرياضة وعدم الالتزام بالحمية والغذاء الصحي. ولكن مرض السكري النوع الأول على وجه الخصوص سببه يعني غير معروف وليس هو يكون له مثلا أسباب بيئية مثلا كزيادة الوزن فعادة الطفل المصاب بالسكري النوع الأول يكون عنده نقص في الوزن في الواقع صح. ليس هو بديل وليس هناك طرق وقائية لمرض السكري النوع الأول كما هو في مرض السكري النوع الثاني فلا يمكن اتهام الممارسات الخاطئة كممارس كأسباب للسكري النوع الأول كما هو الحال في مرض السكري النوع الثاني. يا دكتور ذكرت نقطة مهمة يعني طب يعني أنا ما أقدر أقي طفلي يعني حتى نعم. ولو مثلا عنده مثلا نحمل جينات مثلا الأهل صح. كلهم عندهم سكر نعم. مثلا فما أقدر أني أقي طفلي بحيث أنه نعم. حتى لو حافظت على أكله وعلى حميته نعم. إذا كان مثلا راح يظهر عليه المرض في يوم من الأيام حتى لو كان مثلا متابع لحمية كويسة نعم. مبتعد عن الحلويات ممارس نعم. للرياضة نعم هذا سؤال جميل ودائما يطرح إذا تحدث عن السكر النوع الثاني الإجابة نعم. نعم بالحمية وبالرياضة وبالالتزام بالغذاء الصحي ممكن الإنسان يقي نفسه من السكر النوع الثاني نعم. ولكن مرض السكر النوع الأول على وجه الخصوص هو نسميه احنا خلل مناعي يعني جسم الإنسان لسبب أو لآخر يكون أجسام مضادة ترى الإنسان على مدار الساعة يكون أجسام مضادة ضد الفيروسات ضد البكتيريا ضد الأجسام الغريبة ولكن في حالة الطفل المصاب بمرض السكر النوع الأول هذه الأجسام المضادة كأنها تضل طريقها وتحارب الغدة البنكرياس والخلايا المفرزة للإنسولين لسبب غير معروف تقضي على هذه الخلايا قضاء شبه تام وبالتالي يصاب الإنسان هذا بفقدان شبه تام للإنسولين ويكون العلاج بالتعويض بحقن الإنسولين. دكتور خليني شوية أسألك سؤال يمكن تعتبره أنت غريب بس كثير كنت أسمع فيه المشيمة بعض الأمهات يحافظون على مشيمتهم علشان بعد ولادة الطفل خوفا من الأمراض اللي إحنا أنت يمكن قاعد تذكرها السكري هل هذا الشيء صحيح ممكن مشيمة الأم تساعد الطفل على العلاج من مرض السكري؟ والله هذا السؤال يعني مهم جدا ويعني يدفعنا للحديث عن زراعة الخلايا الجذعية هو الغرض من المحافظة على المشيمة هو المحافظة على بعض الخلايا التي ممكن أن تحور وتحول إلى خلايا بنكرياسية فالسؤال هل الخلايا البنكرياسية بصفة عامة أو صراعة الخلايا الجذعية ممكن أن تعالج الطفل المصاب بمرض السكري النوع الأول في الواقع أن العلم يصب في هذا المصب يعني كثير من الدراسات وكثير من المحاولات يعني تعمل جاهدة على تحوير وتحويل هذه الخلايا الجذعية أو الجينية أو اللي في المشيمة إلى خلايا منتجة لهرمون الإنسولين فين المشكلة تكمن أنه أي زراعة سواء زراعة بنكرياس كعضو كامل أو خلايا بنكرياسية أو خلايا جذعية للطفل المصاب بمرض السكر النوع الأول هذه الخلايا تحارب بالأجسام المضادة التي ما زالت سابحة في جسم الطفل فالخلل المناعي ما زال قائم فأي زراعة لهذا الطفل تحاربها هذه الأجسام المضادة فالدراسات تحاول على قدم وساق تخليص جسم الإنسان جسم الطفل من هذه الأجسام المضادة التي حاربت في السابق خلايا الطبيعية المفرزة للإنسولين والآن قد تحارب أي عضو مزروع سواء عضو كامل أو خلايا عضوية مجزأة لهذا الطفل ولكن الدراسات على قدم وساق بعض الدراسات
غلفت هذه الخلايا المزروعة بغلاف بحيث أنها تحميها من الأجسام المضادة. وبعض الدراسات استخدمت بعض الأدوية المهبطة للمناعة لإعاقة هذه الأجسام المضادة من محاربة الجسم العلاجي المزروع، ولكن حتى الآن ما زالت في طور البحث. يعني صراحة العلم يعني بنتفاجأ بأشياء كثير جدا صراحة. طيب خلينا نتكلم عن نسبة إصابة الأطفال بالسكري في المملكة، سواء النوع الأول أو الثاني، هل هي كبيرة؟ والله في الواقع كبيرة، والسبب غير معروف. إذا تحدثنا عن مرض السكر النوع الثاني الذي يصيب الكبار وأيضا البالغين أو المراهقين، معروف سببه كما ذكرنا قلة الحركة وزيادة الوزن، وهي الحقيقة مفرطة في المملكة العربية السعودية، وعدد كبير من أطفالنا وشبابنا مصاب بزيادة الوزن. دكتور حضرتك بتركز على قلة الحركة وزيادة الوزن، ما بتركز على أكل الحلويات بكثرة، وهذا أيضا هام بلا شك أنه الغذاء الصحي هو عنصر هام، ولكن هذه الأسباب معروفة، يعني الغذاء غير الصحي وعدم ممارسة الرياضة وبالتالي زيادة الوزن هي مسببات لمرض السكري النوع الثاني. فزيادة نسبة انتشار السكر النوع الثاني في الكبار والمراهقين البدناء معروفة السبب، ولكن مرض السكر النوع الأول وهو ليس له علاقة بزيادة الوزن أو الممارسات الغذائية الخاطئة أيضا مزداد بشكل كبير جدا في المملكة العربية السعودية. في الواقع المملكة العربية السعودية قد تكون ضمن الخمس الدول الأولى في العالم في الإصابة بمرض السكري النوع الأول، وهو ليس له علاقة إطلاقا. طب هل له علاقة بالجينات أو الوراثة يا دكتور؟ إلى حد ما ليس له علاقة، هو مرض السكري النوع الأول هو عديد العوامل، الوراثة تلعب دور ودور بسيط جدا، ولكن حتى الآن ما احنا عارفين ليش المملكة العربية السعودية تحتل المراكز الأولى في مرض السكري النوع الأول وأيضا مرض السكري النوع الثاني. طيب دكتور لو نبي نتكلم شوي عن المقاصف المدرسية، إيش رأيك فيها؟ والله هو طبعا هي مشكلة كبيرة جدا، الغذاء غير الصحي في المقاصف المدرسية وغيرها خارج المدرسة. في الواقع المشكلة تكمن إحنا عندنا صراحة في الأطفال المصابين بمرض السكري، يعني قد يكون التحكم في مستويات السكر في الدم قد تكون مقدور عليها في البيت، ولكن خارج البيت وخاصة أن الطفل يمضي ثلث وقته في المدرسة، فكثير من الأمور يعني أو كثير من المستويات السكر تكون غير طبيعية أثناء المدرسة بسبب التغذية غير الصحية في المقاصف، أو بسبب أن الطفل يتناول من الأطفال الآخرين بعض الوجبات غير الصحية التي ترفع مستوى السكر في الدم. هذا جانب، وجانب آخر أيضا كثير من مدارسنا تفتقد وجود العيادة الطبية، سواء العيادة الطبية التي تحتوي أو تضم طبيب أو ممرضة، فكثير من المدرسات أو المدرسين هم في الواقع بحكم عدم تخصصهم في مجال السكري يتخوفوا من رعاية الطفل السكري تخليا عن المسؤولية، وهذه مشكلة هامة جدا، والأمر مفهوم أن الإنسان ما يبغى يتحمل مسؤولية غير مدرك لها. فالأمر الحقيقة دائما يكون صعب على الوالدة وعلى الوالد وعلى الطبيب تباعا في المدرسة ومعالجة الطفل السكري في المدرسة. دكتور هل تتوقع أنه في يجي يوم يكون فرض على جميع المدارس وجود عيادة مصغرة؟ والله هذا أمر الحقيقة دائما نناشد به صراحة، وكثير من الدراسات المحلية طبعا زكت هذا الموضوع وأشارت إلى هذا الموضوع ونصحت بهذا الموضوع. الحقيقة نسبة انتشار مرض السكري عندنا كبيرة جدا سواء النوع الأول أو النوع الثاني، وكما ذكرنا أن الطفل يمضي ثلث وقته في المدرسة، فهو بلا شك نحن بحاجة إلى العيادة المدرسية ليس فقط لمرض السكري، ولكن البعض يعاني من بعض المشاكل الصحية المزمنة وتحتاج إلى متابعة داخل المدرسة. دكتور شكرا لوجودك معنا في هذه الفقرة، وموضوع جدا مهم لأن نوعي الناس عليه خصوصا السكري المتعلق بالأطفال. شكرا لك. شكرا لهذه الإصابة. شكرا جزيلا. مشاهدينا فاصل قصير ومكملين. بعد الفاصل بصمة ملهمون، فريق تطوعي متعدد المواهب يسعى لخدمة المجتمع في المنطقة الجنوبية.